شلويه شل هرناك شو صاير؟ ما ادري يا معود. اكيد عرس وزفه ودوخه وزفه. لا 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 اكيد 100% تصويت وانتخابات ورشح فلان وفلان. يعني قصدك هذا ناجح هرناك كذي؟ والله ما ادري. انتخابات عند بقاله ولا عرس عند بقاله؟ صدق احنا هم غبيه. اي والله. خلينا نشوف. تدري شلون؟ تعالوا معنا خلينا نشوف شو السالفه. يا طيب شو سالفه الزحمه وهرنات ولويه؟ اكيد عرس. لا انتخابات يا معود. عرس لا انتخابات. لا عرس ولا انتخابات. احنا مشروع شبابي كويتي، عندنا خلطات وعصاير مميزه وعندنا بعض الماكلات الخفيفه. عيال اكيد شغلكم مرتب ونظيف عشان كذي تجمعوا العالم. اي عشان كذي صار زحمه. تبي تشوف لك الزحمه؟ وبجرب شغلنا وتاكد وشوف. انا نجرب. خلينا نجرب نشوف. بنجرب ونيلك ونشوف. نشوف. والله عجيب. لا لا دوق دوق امان دوق دوق دي بس مو عاد يا معوي راحت عليك. لا راحت عليك. يلا حمد ترى يلا بس ما خلصت مشاكلكم. والله اعطاني اياه الرجال. والله مشكله كل يوم مشكله. عطني عصير الرجال اعطاني اياه. انا تصافون ما بينكم بيتساعد اعطيك. يلا ما ادري والله ما سوينا دعايه. شربنا شيء ياخذه. وين راح عبد الله؟ وين عصيرنا يا عبد الله؟ خلاص خلصته كله. بنذوق الريال اللي بتجربه. متى تخلصون المشروع؟ ما مليتوا؟ هو اللي بدا. لا هو اللي بدا. انت اللي بديت. والله انت اللي بديت. لا انت اللي بديت. قزروا ما بينكم. يلا يلا شنو هذا؟ شنو؟ خلصها كله هذا. دائما يسويها فينا.